عزيزتي ليندا، ها أنا اليوم أقف على مشارف قرية تنا في مواصلتي للتجوال في قرى أهلنا في دهوك. يغمرني نسيمها العليل وصوت عطاف الأشجار تحت رياح الصيف القائض. ليندا، تقع قرية تنا في منطقة وادي صبنا المذكورة في كتاب يوسف بوسناية، وهي بين جبلي كارا ومتينة، وتمتد أراضيها حتى سفوحهما، وتقع إلى الشمال الشرقي من دهوك على بعد 52 كيلومترا. يعني معناه تن قماي وذيوة بس تتن، كل أوى قارة تتن هذيوة لسود من دخينة وذيوة. أخني حسب ما تخشمي من بابواتا من ساواتا إنه شمت ما تتين وسيسا من تري مصادر، يعني كنت خي أمرخة من دي، يعني قسم يمري ما تسوى بتيني، يعني إلان تين رابة مشهورة وما تنتين بإلان تيني، ودليل إنه رابة هل دي يتن رابة إنه إلان تيني بما تن، فهو مصدر خلنا يدمري إنه هو مقصة رابة نقلي أو تنيسة، يعني ولا تنيسة وتلخته وبنيسة تلخته وبنيسة فولا تنيسة عدة مرات، يعني تقريبا شوى نقلي أدخل ولا مقصة وغديرة إلا دي، فمن تري مصادر سيسا شمد ما تتن. تجولت في أرجاء قرية تنا وأنا أشعر بأن هذه القرية التي تملك تاريخا عطرا كما قالت الكتب القديمة لابد أن تقوم ذات يوم بمجدها الأول. ليندا، سكن المسيحيون قرية تنا منذ أكثر من 1000 عام، وقد تأكد ذلك من خلال الموجودات من المقتنيات الأثرية التي يعود عهدها إلى عدة قرون مضت، كما تشهد الأواني الفخارية التي وجدت بكثرة في الحقول المسقية عندما قام أهل القرية بحفرها بغية تحسين المزروعات. يعني تن قديمي لا تقريبا أنت يعني تقريبا 2000 سنة تنه عدته يعني مقصته رابع نقلي وعدته يعني ما ثن رابع تقتله لأن عشائر تي قاودية يمحكي رابع يعني إنه تقتله يبقى تقريبا ما يشن تلا يعني اللي هو ألبا يعني ألبا شنة بشم ألبا يعني حسب ما تخلق ثواني مصادر دي تي إنه أستا ومن عشائر دي تي قاودية تي اسم رابع دكانة يعني وإذا مستقرين قاوة فما ثن رابع تقتله يعني قو أسرى يعني ماذا تقطع لقى كتاب ده أقول إن دارت إن الكركوك قويت الكركوك لقى كتاب يعني بحستين ومكة أو بوسنايا إسرائيل بوسنايا لقى كتاب هاي يعني ومكة كل مدي بحستين دي قديم أخوة أقول بيت صاري فدارة ثابت تقريبا ثلاث مرباني قاوي وابه بوقت أي يعني ماذا تقطع كلش قديم أي ولقى جزويثة أي ما الجزويثة ده إن قرضاي قاوة القدرات ما روراها أمينة موجودة لتامة دها أساس دي موجودة لكامل لفاولار ما روراها أنا قليل دها شيخ بيراموس. ليندا، تملك قرية تنا عدة أماكن أثرية منها باق حتى يومنا هذا ومنها اندثر تحت التراب، ومن ذلك الموجود حتى الآن دير مرؤورها في قرية زيويثة والذي يقع شمال القرية بنحو ساعة، والشواهد التاريخية تقول إن الإنسان سكن قرية تنا منذ آلاف السنين. إيتا تام واوا شوف دي عماثة أتقتا وإيتا قريش ماثة واوا مش أرخى بعتي حزيق للأخذ هذه كلها لو ما أخذها يعني فتيقة ما بني الباثة الباثة تري متري طواتة حديقة قامة لسوى آية 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 زلوثة
باتي حيش في اللغة دي باري وخامن دي هار من قطارة قاري وفلان وقالوا لها تخبريني اتن نعم مواقع أثرية اتن أرخاسة تي طخني وقمخة قاواهن قمثة هل هديو بياشا ان أثار دياهن كيف دياهن بياشا اتن دوكسة ايدم ريوالا كولنتا يعني مقدربة وعين اخسي وقاوة دي هما يبشتا يعني أثار ديا وبيشا اتخا مغبنائي لان يعني خزيتي امو قالي طخني ومن طخونة قاوة دي يعني اتن رابي مواقع أثرية اسوان ايتا اتقتا يعني قمت الخيوالا شيت اشتيوخا ابني لا خسته شو بديا يعني يا بايتا يعني سواله تقريبا اربع مشني حسب ما تخشمي ناشت ماثن يعني تناني بيشي يا خاله موجود اساس دي المكتب مكتبه وبيصار مكتبه واوا يعني بيشتا اساس دي موجود له او مرور هم اساس دي موجود له والتنايه تدي عندها قديمي لا باي قدمته بس هو اساس دي موجود له منا هو ما نتن سواء رابع يعني بالنسبة للمواقع الأثرية سواء يعني دارة ربانة يعني من القماسة اسم دارة مرؤورها هو لقيبة زويتها وطورة يعني هل هديو بياش أثار دي دارة مرؤورها وسواء بالصار يمينا مواقع ديو بياش القريت روما يعني هل هديو بياش يعني قرب بسقورة دماثة دي يعني. توجهت إلى دير بيت صياري بعد أن استدعى المختار أحد السكان المحليين الذين يعرفون المكان جيدا. كانت السيارة البيضاء تسير أمام سيارتنا في طريق ترابي يبعد نحو 5 كيلومترات غرب قريتنا، ويرجع تاريخ هذا الدير إلى أكثر من 1000 عام، وينسب إلى مؤسس الدير الربان موشي، ومعنى اسم بيت سياره يعني بيت الرسامين. وصلنا إلى المكان ومشينا نحو 200 متر حتى الموقع الأثري في أرض قاحلة، وكان يبدو من الاندثار أن جدران الدير ما زالت ظاهرة للعيان، حتى أني مشيت على الجدران بغية التعرف على عرض وطول الدير آنذاك. ثم تناولت بيدي حجرا فخاريا صغيرا تذكارا من هذه الآثار العظيمة المهملة والمتروكة، والتي تحتاج منا إلى مجهود كبير لاستعادتها والمحافظة عليها. يعيش أهل القرية تنا على المحاصيل الزراعية كأي مجتمع قروي، يملك الأرض والماء بالإضافة إلى الرعي الذي يعتبر مكملا للزراعة. وتشتهر قرية تنا بزراعة الثوم والبصل والتبغ والسمسم والدخن التي تسقى بمياه الينابيع الصافية. زراعة وبهوانة بذانة قماية زراعة وبهوانة أقرخ بالخنانة، زرخ وخطة، صارة، طوخة، خرطمانة، بعدين دبشخ وطأذية، أذية ودخ وطماطة، تتم، سامرة بتتم، يعني الطماطة ودخ وخنش تخالة وبس، لا ودخ ومن ديقينا، بس تتم، تتم قي مرقيم ويوا، خارجوا، سبنورة لبطرة، هذا لليو يوم هو للهاي قماية بالخخوة إثوالا مثلا اعتماديا تتن ميوا زرخوة تتن
ما عدا خطة وصارة والنشورة صرخة وخرطمانة بس اعتماديا تتنى واثوالا خرطة صرخة وايام معيشة دي تناي اكثر شيء خرطة انها تتنى نشت مثلا في الخانة طبعا اعتيادي ككل القرى ككل من مسواسة يعني خاصة منطقة دي صفنا انه عايشوا الزراعة يعني زريوا وكل من دي ناشت مثلا مشورة فلاخي بابا يعني بخزيتوا يعني اراثا سقيلة بابا اتخى يعني لخزيتوا دوكسا سفكتها ابد كلها خضار يعني إلانة وزرع وزريوا رزة زريوا دكان تعامية رابا دكان شمانة يمري لزريوا على رزة بابا واثن يعني من ضمن دباثة اسوا باسوسة ناخد بقدو اسوا لان رزة زرقوا ورابا من ديانة يعني زريوا اضافة الى ضغتتون خبوشة سواء خيار طماطة المدياري صيفي يعني وآقا يعني زري وتسم قان ديوم أنا قسم من مدياري مزبني ولا يعني بس تخالة يعني بس تخالة لأن يعني ترى محتاجين وذيو توتنون براي وذيو رزاني شيشمي ماشي منقليشي يخالة بعدين بريلا حركات أوقار كل ويدة توثي حر توثي تمها تقذي وذي وجلتها بريسم كماية جلتها بريسم وذي وهم رقلة خذي خيمة ليندا قرأت في بعض الكتب عن عين ماء لشفاء المرضى وتسمى عين تشاثة فأخذني الأخ أصلي وجد إليها وكانت تتوسط القرية وقد تم بناؤها مؤخرا والاهتمام بها يبدو واضحا ولطالما شفت هذه العين المباركة مرضى كثيرين كانوا يأتون إليها من مختلف الملل والأماكن. تشتهر قريتنا حصريا بصناعة التبغ ومن المرجح أن يكون اسمها نسبة إلى اسم التبغ المشهور الذي كان أهالتنا يزرعونه فهو مشهور لدى مدخنيه وليس فيه رائحة كالتبغ الذي يزرع على سفوح جبال كارا وهو غالي الثمن لجودة صنعه تتن قماعي وذخوة لا مشتلسة حودي نضرخوة عليه دارخوة آل ريشي دارخوا هجيريش تلما في روالي بوخا باريوا أمن أرياو دنيا ذردة تلا منطقة وضرر اللي قايموا قايش وهذا شتلا زرخوا على روما مشرخوا على وبعدين شلحقوا على آو شتلا شتلخوا على كله خاخا بعدين قايموا يوم تا يوم برياو كاتا يا لخو قلتتن حلخا لم بينك وخخا بينا يا لخو قلتتن واذا كاتب من لا لحل عصرتها حال شريواتا شريواتا طماطيوة قطخوا لي بسكينة تامهودا وخرزخوا لي ومتلتخوا لي بشكلي ومتلتخوا لي بدارو بستي دارو بستي ما خلت ما شكلي يريخي خرياتا ليندا وصلت جولتي في قرية تنا عصر ذلك اليوم الصيفي القائض فكانت درجة الحرارة في القرية معتدلة نسبة لما يمر به البلد كله من حرارة الصيف العراقية المعروفة
ليندا، يحتفظ أهالي تنا بعادات وتقاليد متوارثة في الزواج والأعياد وفي الشير السنوي، أي تذكار القرية، يجتمعون كل عام مرة ويحتفلون في طقوس معروفة لديهم. شفت ملقي ورقيس ذي وإخلاني كل أجتماعاتك وتحسب إمكانية دي، يعني أجتماعات فقيرة يعني أقالس ولا رابع إمكانية ونا فذي وإخلاني جميع وكل قوئيتا قدرت تقيتا مصفطي وعلى كل قدرت تقيتا ويوري وصل رازي مصالي وقاش داد ورازي وإن خلاص ورازي فلطي ومصالي ورشي خالة وكلا يعني يتقوى خالة من تغذى بحبه وخاذوثة وناش بصيخة يعني بالرغم من فقر دياهن وتمرجي ورجيس وضخوا لها قدرت تقيتا مصلي وبختاتا كنت قوم دي تيلي محيفرة متوالي صفر مكار الكار الدرتا آتي وقوري قمايه أخليوه شاتيوه بعدين عتا وبختاته وعجاي أخليوه ومتامه ودخزن فليوه تناشت ماذا ناشي فقيري فليوه كتخي نابلوه لي خلقه ناتري نبليوه لا واسوان شيرة خنا شيرة مريو حنن آوه ودخوالش أنا ليش رخيت أدمع ثواوه جهة الأخرى يعني أمريوه لأن شاتا أنت شاتا قي أمريوه لا يعني فري ناشت ماذا ولا نيخي قاوديه يعني طافيوا ان امراض جاسيو شاتيو 100 دي يعني عند مريو حنن واوا فامرخوا شي مدي عند شاخي ناخي وبصراحه يعني فاذا امرخوا على عند شاخ شي مدي شيرت مريو حنن ودخوا على اخا جرس الخليم باش الاخوا جميع الناس ماتها كلها قوري وبختاته ويار زوري باشي واخا زماره وشواره ورقاده وخاله وشتايا حال أصرت أصرت برفزق وأزق الباب. عزيزتي، أعجبني كتاب الأب جبرائيل شمامي عن قرية تنا لغزارة المعلومات التي وردت فيه والجهد الواضح المبذول في تأليفه، وقد سجلت له الكاميرا لقاء في احتفال شيرة وقد كان حاضرا في القرية. وشيرة مرقورقس اديو شيرة لي شيرة مرقورقس شيرة نيلي مرقورقس ايتن واوف شمد مرقورقس ايتا قديم بشوالة لخطة في البوت الشامة واشتي بشلا بميثة البوت الشامة واشتي وخا واشتي وتري لكن مع الأسف سقف ديان بالوالا وخا شوى سهدي ديان ناشت ماثا جوانقي آني قنبانيلا بشلا يسهدي قاوح بدي يوم بتخرخ لا يقو صلواثا دالها مراحم اللي وقابل لا يقو ملكوثة دي. تتبعت رأي الأب جبرائيل شمامي وزرت الكنيسة المهدمة التي تحدث عنها وقصتها المأساوية التي ما زال معظم أهالتنا يذكرونها. يقول الأب ألبير أبونا في كتابه في شخابور: أمضيت شهرين من صيف عام 1961 في منطقتي تنا والداودية، وذلك لقلة الكهنة، وكانت القرية تئن من جراحها لفقدانها 7 شهداء في حادث انهيار سقف الكنيسة. تعرضت قريتنا إلى عدة تهجيرات قسرية كان أكبرها في الثمانينات من القرن العشرين، وما زال الأهالي يتذكرون تفاصيل تلك المأساة. هجرة قماثا وبري راب هجرات يعني أنا لا تخرني بس أخشمي بابوات سواثا محكيوها أنه راب هجرات ولا برية ولا ريق الدكانة أما البوصل أو الدهوك الدكانة قربة بس آخر هجرتي تخرخ لأخني تخزوري شيتت اشتوخاء يعني بري ولا هجرة رابعة وبحيث أن رقوا على كل أغلبية ناشت ماسا يعني خشوا على يعني قسم الدوه قسم حتى صلي على بغداد يعني بشوان قو بغداد هلا دي دا درع مشورين دارة يعني فمجروا على ناشت ماسا ماسا قم مقضي ولا يعني بري ولا ثورة يعني قو منطقة فلا ذي المني يعني فأربا نقم شوق أخوالا ملكان نقم شوق أخوالا وجود باثا يعني خشتن أخني وجلد إلا يعني قمرقين مروات أخني زورك وأطفال يعني فارق والا ذر والا شيء تشوي وخاء همي نقم باني والا تقريبا تلك السربة تاني قماتة بكونكريت وإنا ودر والا أساس ناشية الداري وهم بشوي الوضع لا تمام لا يرابا لنا
فبريلاي قضية أنفال 88 نهائيا قم خلصي لها مثلا يعني من دمرة نهائيا. ليندا، تجولت في تنا في عدة مرات خلال زيارتي لها، ولكني وصلت إلى نقطة ابتهاجي وهي عودة أهل القرية إلى موطنهم الأصلي ودفء أرضهم بعد غربة طويلة. شريلا دار المسواسة، أول ناس دروال قمت دروال صراحة يعني تخلي أرخى تدخل ماثن مختار دي يعني بطرس إسحاق هاي فاش جورد خاسي وخيال من دي شم إيميل أوية. أنا يعني ضحيرة بصراحة تضحية كلش قوية سيلة لخام وسيلة أمانة خدش وجوه بغداد داريلة قلوري وسيلة وشادري من ناهن يعني وهمنا يعني قبهر واوا تقريبا تلقى طلعت أربع واطخة ايه ونصو على إن شادري أخا كسنيرة دوك 600 خدش تسوى 100 هذا قالت قاضي وعمر ديان حياتية ففيش ولا تعمى تقريبا دشيتا يعني ست خستوا تلقى ريشاهن يعني خلى عذاب قشية يعني حد سيلة جماعة رابي سركيس غجان قم خازيلة قدي حال يعني بقرر الله مريخ تنقي خازتي بخا بلا من دي مريا بخنيت خا قم بخت بانخ ما ثان شو خلا عيان اللن فمريا أنا مني بانخ ذقعة يعني فأول من دي تقم بانين قم ثا شيت 2003 ووا نهاية 2003 قم بانين قاعة تن يعني بجهود رابي سركيس غجان مصر دقيقكم فلطين بتاني والحمد لله والشكر وناشق ملا ثاني الماسة وعمر ماسة جهود ديوخن. الأمنيات كثيرة وكبيرة، كبر الحلم بالعودة وكبر الحلم بحياة جديدة ومستقرة ومستقبل جديد آمن من التهجير والحرق والتخريب. فأمنية دي ما تبقاش استقرار وأثرة واخني أو أثرني لي وقبخ تتعاشق متخنواتا قرداي مغذر بشلام وبحبة تتاوخ كلا خائزة وخانة عن رحلة بلد وتعاشق بحبة تتاوخ حبان مغذر دوري وقربان تمرية قبخ بس شامة وشلامة متفقوثة كل سرعية مغداد تاو حبه زائدة وخلبه وذا قوته على تطعيننا وداوق إذان وتمنتي منه وتاو على طول ناجحين وهذا خطيمة مخنة لكل منه. ليندا، في عدة حرائق تعرضت لها تنا، بقيت شجرة التين هذه لتقول للعالم كله من هنا ستعود القرية، وفعلا عادت القرية من جديد. صديقتك نضال منصور.